بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كيف تزيد مشاهداتك على التيك توك بطريقة يعني بدون برامج، بدون مواقع، بدون أي شيء، بدون ما تسوي أشياء ممكن يحضرك التيك توك أو ما يخلي الفيديو يطلع إكسبلور. خلك معي لنهاية الفيديو، بس قبل لا تضل معي أتمنى منك الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وتكبس لايك للفيديو. الله يسعدك يا رب. يا اخوان، طريقة انه بدك تفوت على التيك توك على حسابك، مثل ما قلت لكم دائما انه لازم يكون شكل حسابك افضل من هيك بكثير، تمام؟ الان بعد ما تفوت على 3 نقاط ودك تتاكد من شو، بدك تتاكد من الخصوصية انه اقتراح حسابك للاخرين حتى تكسب مشاهدات ولايكات، بعد مش بس مشاهدات، ودك تتاكد انه حسابك عام. يا اخوان، في كثير من الناس تمام تسوي كثير اشياء، وبالتالي شو يطلع انه اللي مثلا الفيديو ما طلع معه، ليش؟ شو السبب؟ وتلقاه حاط حسابه خاص، او ما هم مفعل ميزه شو ميزه انه الخصوصيه بعدين اقتراح حسابك للاخرين. انا ماني مفعلها لاني ما ودي الحساب يطلع هذا، تمام؟ في ناس ما هي مفعله هذه الاشياء، واذا ما فعلت هذه الاشياء اصلا حسابك ما راح يطلع. بدايتك تمام لازم تكون اصدقائك واقاربك، وبعدين انت ترتفع، تمام؟ يعني عن اغلب هيك هذه اسهل طريقه، تمام؟ انت الان يوم انك تنشر فيديو تمام راح يجي لك اذن بالاعلان. كيف يجي الاذن بالاعلان؟ وكيف انك انت ما كل فيديو غير تروح تحط اذن بالاعلان؟ تفوت على 3 نقاط، تمام؟ على الخصوصية كمان، في عندك هنا اعدادات الاعلان، تمام؟ هاي لازم تكون مفعلة، لازم تفعلها، تمام؟ وفي ناس ممكن تتأخر حتى تتفعل عندهم. استخدام النشاط هذه لازم تكون مفعلة، وهاي راح تتفعل، تمام؟ بعد ما تفعل هاي الشغلتين، طبعا يعني ودها ربع ساعة يعني توقع أو 3 ساعة تكون متفعلة. هاي كمان يا إخوان تشهر الفيديو تبعك أكثر. في عندك هاشتاقات، مثل لو جيت بحثت هنا على هاشتاق، مثلا هاشتاق لوف مثلا، تمام؟ خلينا نبحث عن هاشتاق لوف، شوف قديش، تقريبا 555 مليار مشاهدة عليه، تخيل، تمام؟ هذا أكيد راح يطلع حسابك، بس أنت ودك تنتبه لشغلة مهمة جدا، إنه هذا كم من يعني كم من هاشتاج. شو يعمل الهاشتاجات هذول؟ يقترح حسابك عند الآخرين، ولا تطلع على سالفة إنه هذا يكون مثلا 500 مليار، هذا كويس ممتاز. لا، مش بس هيك يا إخوان، لازم تكون غير انه 500 مليار مثلا واكثر، لازم يكون تحط هاشتاج مثلا لوف زائد مثلا، خلينا اوريكم مثلا الهاشتاج هذا لايك مثلا، تمام؟ الان في عندك هاشتاجين، هذا الهاشتاج كمان عليه 338 مليار. الان الهاشتاجين هذول عاليات، وتحط هاشتاج من البرنامج اللي راح اخلي لك رابط، البرنامج موجود تحت، تمام؟ البرنامج هذا شو؟ ترند منطقتك، مثلا انت سكان الرياض، تمام؟ تبحث عن الهاشتاجات المشهورة بالرياض. سكان مثلا العراق، تمام؟ تبحث عن الهاشتاجات الترندات يعني العراق. رابط البرنامج حطيته فيديوهات كثيرة قبل، تمام؟ وراح احط لك اياه هسه. هذا البرنامج ما يخرب ايميلك نهائيا، بس انه شو يعمل؟ يجيب لك الهاشتاجات الترند اللي اليوم. وحتى تقدر تبحث على اليوتيوب، تمام؟ على اكتشف، يعني خليني اوريكم مثلا، نيجي على اليوتيوب، تمام؟ في عندك هنا استكشف، تمام؟ انت بمنطقتك يبين لك مثلا ردة فعل فعلي على مقاطع، يعني انت الان تقدر تفوت على الفيديو مثل هيك، يعطيكم العافيه، تمام؟ شويه النت ضعيف، وتقدر تفوت هان ما هو حاط هاشتاجات، تقدر تفوت على كل فيديو وتشوف الهاشتاجات. ها، في عندك هاشتاجات هنا، يعني تقدر انه اسم القناة كمان تقدر تحطه، هيها تمام. هذا شورت وتايبز وشورت كمان، هاي هاشتاجات طبعا ترند الان، فهاي كمان نقطة ثانية زائد البرنامج تقدر تحط الهاشتاجات، وما تكثر كثير هاشتاجات، تمام؟ النقطة الأخيرة يعني والمهمة جدا، تمام؟ انه انت الان يوم انك مثلا تبحث عن صوت يكون دارج الآن، يعني مثلا
في بعض شيلات جديدة تمام، تلقى الكل قاعد ينشر عنه، انت تروح تستخدم هذا الصوت وشوف المشاهدات قديش راح تكون عندك. فالمشاهدات يا اخوان في كثير شغلات ممكن تزيده عليه، واستنوني ان شاء الله بالفيديو القادم راح اقول لك مش بس المشاهدات واللايكات كمان.